شوف إبليس من جملة شغلاته يورط الإنسان في المعصية بعدين يسوف له التوبة. الآن سوي بعدين توب ثم ينسيك التوبة. بعدين الإنسان إذا تعود على المعصية بعد يمشي أصلا ما يشوف قبح المعصية. كيف بكم؟ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أيكون ذلك يا رسول الله؟ احنا أصحابك، احنا شفنا النبي آخر الأنبياء سيد الرسل. قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ تبدلت عندك المقاييس، شفت المنكر معروف والمعروف منكر. أو يكون ذلك يا رسول الله؟ احنا شفناه بعيوننا، بعيوننا شفنا، ما يحتاج.